من مزامير أبينا داود النبي: قديسوك يباركونك ومجد ملكك يصفون وبقوتك ينطقون ليزهروا لبني البشر قدرتك. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وكان ساهرا في الصلاة لله، ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم رسلا: سمعان الذي يدعى بطرس، واندراوس أخاه، يعقوب ويوحنا أخاه، فيلبس وبرثولوماوس ومتى وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الذي يدعى الغيورة، ويهوذا الذي ليعقوب، ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلما، ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسهم، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن، لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء، والمجد لله دائماً.